بالنسبة للشخص المسافر من بلد إلى بلد ويحب يقصر في الصلاة أو يجمع ويقصر، يعني أنا سمعت عدة روايات، يعني في منهم قال يعني الفترة المحددة، يعني هل هي أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثلاثة، يعني هناك روايات مختلفة حول هذا الجانب. زكاة إيجارات الشقق والعقارات، يعني قيمة الزكاة وتدفع إمتى، يعني الإيجارات دايما بيكون شهرية، إمتى مواعيد استحقاقها ونسبتها كام، وتعتبر تبع أي بند من بنود الزكاة في الإسلام. يعني أنا أم لثلاث بنات، وزي ما تقولي كده في حاجات بسيطة هي مش مرس مرس، يعني لو حبيت إن أنا أعمل وصية ليهم هل دي تبقى فيها حرمانية عليا؟ ماذا يعني رأيه هو في تجديد الخطاب الديني وتوحيده ونصيحه طبعا للأئمة المساجد؟ إزاي أو كيف نوجه شبابنا وأولادنا في الوقت الحاضر في المدارس والجامعات توجيها دينيا من خلال البيت ومن خلال المدارس؟ الزوج من حق له أن يتزوج على زوجته من غير علمها، ده السؤال الأول. السؤال الثاني أني مثلا في رمضان ما قضيتش القضاء، فإيه حكم الدين في كده؟ لو ينفع أو يجوز أن احنا نصلي بالحذاء سواء جماعة أو لوحدي. أنا طالع عمرة بكرة إن شاء الله، بس نازل جدة وهبات ليلة، فهل هفضل لابس لبس الأحرام ولا هغير ترنج واطلع مكة؟